خلينا نروح لفعاليات المؤتمر العلمي لامراض الصدر والحساسيه وعدوى الجهاز التنفسي. ده بمناسبه عدوى الجهاز التنفسي. انا كنت لسه عايزه اقول لك ده بالمناسبه. ده بشاركك وجدانيا في الخبر. ميرسي يا بهاء حبيبتي والله. تحب كحه كحه ثانيه ولا وانا بتكلم في الباك جراوند كده. وفي الحقيقه فصل الخريف ده مورينا كل اشكال التعب التنفسي. المؤتمر ده هيحضره كبار اساتذه امراض الصدر والحساسيه من جامعات مصر او جامعات مصريه مختلفه كتير. جامعه اسيوط يعني هتعمل فعاليات المؤتمر ده او العلمي لامراض الصدر والحساسيه بمشاركه كوكبه من رواد التخصص بمختلف الجامعات المصريه. المؤتمر في الحقيقه هيناقش مشاكل وامراض عدوى التنفس خصوصا في فصل الشتاء اللي احنا داخلين عليه وازاي بيتم وقايتنا من الامراض دي، وهيبقى فيه نقل افكار وخبرات وتجارب مهمه جدا من دكاتره الصدر والحساسيه، وبرده هيبقى فيه فرصه للاطباء الشباب ان هم يتعرفوا اكتر على تفاصيل اكتر علميه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر كمان عن هذا المؤتمر وعن امراض الشتاء من دكتور لمياء شعبان رئيس المؤتمر العلمي لامراض الصدر والحساسيه. بنشكر حضرتك يا دكتور، واحنا عارفين ان احنا بنلحقك كده قبل بدايه المؤتمر. اهلا بيكي وصباحك صباح الورد. صباح الخير، صباح النور عليكي، صباح الخير يا مها، صباح الخير يا ياسمين. سمعت الكحه بتاعتها؟ ايوه دعايه كويسه جدا. ايوه لا بجد عايزه اسال حضرتك كمان، يعني بيتهيألي انا حاسه ان المؤتمر ده هيكون مختلف تماما لسبب، لانه بعد جائحه كورونا ولمده سنتين بقى في تاثير اخر سلبي على الجهاز التنفسي اكتر من اللي احنا اتعودنا عليه، ولا ايه راي حضرتك؟ الحقيقة دي فيها كمان هي بداية فكرة المؤتمر ده، كانت فترة جائحة كورونا. صحيح. الجهاز التنفسي معرض لخطورة كبيرة جدا نتيجة الإصابة بمعظم الفيروسات والبكتيريا. صحيح. لأنه مباشر متصل مع المنطقة المحيطة بيه أو الانفايرمنت زي ما بنقول المحيطة بيه. فجت فكرة المؤتمر ده احنا المفروض نبتدي نتكلم على عدوى الجهاز التنفسي بصيغة أكتر تفصيلا واكثر تفاعلا مع الناس، مع الاطباء الشباب ومع الاساتذه، لاكتساب الخبرات في هذه النقطه اللي فعلا احنا مرينا فيها بتجربه كانت رغم ان هي صعبه لكن كانت تجربه قويه وناجحه بالنسبه لنا، ان احنا قدرنا يعني نسيطر على مشكله كبيره زي كده كانت في العالم كله يعني. صحيح. طيب هل الفيروس المخلاوي المنتشر حاليا هيكون حاضر في مناقشات المؤتمر؟ طبعا ده هيبقى حاطط بقوه، لانه السينسيتال فيروس او مسميه الفيروس المخلاوي التنفسي ده كان اكتر بيصيب الاطفال الصغيرين في المرحله اللي هي قبل سن 6 سنوات، لكن لاحظنا في الفتره الاخيره دي ان بدا يبقى موجود كمان معانا مع السن الاكبر في الاطفال اللي هم من سن 6 ل 12 سنه او 17 سنه. ومنتشر في المدارس الفتره الاخيره. في المدارس، ودي كانت مشكله ملحوظه الفتره اللي فاتت، وكان مختلط بين انه هل ده كورونا جديد؟ هل ده فيروس جديد؟ هو مش فيروس جديد، هو فيروس بيجي كل شتاء، بس احنا عشان بقينا منتبهين لاي مشكله في الجهاز التنفسي فبقينا حاطين في دماغنا ان اي التهاب هو كورونا لحد ما يرد العكس، لكن هو في فيروسات كتير جدا بتاثر علينا خاصه الاطفال في السن ده بتاع الحضانات والمدارس. المشكله اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت برضه انه بدا ياثر على الكبار شويه اللي هو سن بقى الادلت من 18 فما فوق، فده برضه لفت نظرنا ان هو موجود معانا ممكن نتيجه انه في اصابات كتير جدا حصلت من كورونا الفتره اللي فاتت، فبدات الناس توعى الى هذا الالتهابات المتكرره في فتره الشتاء بالذات. طيب دكتور، يعني عايزين برضو نصائح حضرتك العلميه بقى، لانه دائما بنقع لما بيجي اي كحه مثلا زي الكحه اللي لك حته دي او اسوء او الكحه اللي بتزيد حتى اثناء النوم او اللي بتكون فيها كحه خشنه او وات ايفر، يعني دايما تلاقي في معسكر يقول لك ايه الحاجات الطبيعيه والمشروبات السخنه، وطبعا فيديوهات كتير قوي نازله عن الموضوع ده والاعشاب و و و، وفي حد يقول لك لا ادويه، وفي ناس تقول لك لا الادويه تعبتني جدا وما جابتش نتيجه، وفي ناس تقول لك لا لازم الاثنين مع بعض، يعني نروح للمتخصص امراض صدر يدينا ادويه وفي نفس الوقت يكون في مشروبات ساخنه للاعشاب الطبيعيه. حضرتك يعني نعمل ايه بالظبط لما نواجه يعني الكحه دي او اي اعراض من اعراض الامراض الصدريه؟ هي الكحه حضرتك انت قلتي حاجتين، كحه الصبح اللي هي بتحصل فتره الصبح في ناس كتير جدا بتجي لها المشكله دي، ودي تبقى موجوده في مجموعه من الناس. نتفق تماما ان ما فيش حاجه اسمها كحه في حد سليم. أيوة. يعني الكحه اللي بتجيب بلغم او افراز او اي حاجه بتضايق الشخص ده دي حاجه لازم نتعامل معاها، لان دي حاله مرضيه دلوقتي، ممكن تبقى حاجه بسيطه ممكن تبقى حاجه كبيره، لكن لازم تتم تشخيصها ولازم يتم العلاج. الكحه بتاعه الصبح في الغالب بتبقى دي افرازات بتبقى متراكمه من الجيوب الانفيه او من الانف، بتبتدي تظهر فتره الصبح، ودي بتبقى ممكن تبقى حاجه بسيطه زي مرحله الزكام،
ودي ممكن نتعامل معاها زي ما انتوا بتقولوا كده، او زي ما معظم الناس في مصر بيتعاملوا معاها، اللي هي المشروبات الساخنه، الحاجات البسيطه. ممكن ناخد الحاجات اللي زي مضاده الهستامين، الحاجات الخفيفه اللي هي ممكن تريح الامور دي لو كانت التهاب بسيط زكام، اللي هو الفيروسات البسيطه اللي تعمل الزكام. اذا بدات الكحه بقى تزيد قوي ويبقى فيه افرازات، وخاصه لو لونها بقى متغير، لو بدا يبقى فيه ارتفاع في درجه الحراره، لازم نرجع للطبيب المختص عشان هو هيبتدي يحط مجموعه من العلاج. بلاش نقول ادويه الكحه او دواء الكحه، لان ده جزء من العلاج مش العلاج اصلا. لان المشكله اللي احنا بنواجهها ان معظم الحالات بتاخد دواء الكحه في واحد في اثنين في ثلاثه، وفي الاخر بالعكس الامور بتزداد سوءا، والميكروب بيتمكن اكتر من الجهاز التنفسي، وبنتحول من التهاب بسيط في الانف او في الحنجره او في الزور الى التهاب بقى في الشعب الهوائيه او في الرئه، لا قدر الله التهاب رئوي. طب امتى امتى نلجا للطبيب المتخصص؟ هل اول ما تجيلنا اعراض الكحه، ولا ندي لنفسنا 48 ساعه الاول، ولو شفنا بقى ان الموضوع ابتدى يوصل لمرحله أسوأ نروح للدكتور؟ تمام، بندي لنفسنا المرحله الاولانيه اللي هي 48 ساعه مشروبات. اهم حاجه في الجهاز التنفسي هو المشروبات، لان ترطيب الجهاز التنفسي بيساعد على التخلص من الميكروب، ودي حاجه اساسيه. طب ايه ابرز المشروبات او اهمها؟ بص حضرتك، اكتر حاجه يمكن في الفتره اللي فاتت كانت ليها كلام كتير جدا هو مشروب اليانسون، لان هو اصلا عليه انتي فيروس، فده بيساعد كويس جدا. مشروب الليمون طبعا ده بيساعد كويس جدا. مشروبات الدافئه كلها، الشاي باللبن، حتى الحليب بتاعنا، اي حاجه دافئه بترطب الجهاز التنفسي وكلها بتفيد. في ناس بتحب تشرب بقى المشروبات زي النسكافيه او كده، دي مش بتفيد قوي الجهاز التنفسي. ليه بس كده؟ زعلتينا زعلتينا يا دكتور. نعتبرها مشروبات دافئه ترطيبيه، لكن هي مش بتبقى ليها المواد او القيمه الغذائيه بالنسبه لنا احنا كبيتنا. يعني ما يعديش خالص؟ هيعدي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دكتور لمياء شعبان، رئيس المؤتمر العلمي لامراض الصدر والحساسيه، نورتي. الدكتور وقعت في اتنين كوفي لافرز، فمش عارفه يعني مش عارفه تجاملنا، يعني هتجاملنا على يعني ان شاء الله هتعدي. طيب. ان شاء الله، يعني عشان احنا برضو ضغطنا عليه بالظبط. خلاص احنا يا جماعه اليانسون بيتهيألي طعمه حلو قوي يا جماعه، نبتدي نركز فيه. نركز في اليانسون والنعناع، يعني ادينا عرفنا ابرز الحاجات.